السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أعلنت وزارة الصحة المصرية أن 18 شخصا قتلوا وأصيب 38 آخرون في حوادث أمنية متفرقة تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير. وأوضحت الوزارة أن 11 شخصا قتلوا في أحداث القاهرة جراء اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما قتل شخص في الجيزة واثنان بمحافظة البحيرة وآخران في الإسكندرية، كما قتل شخصان بمحافظة البحيرة أثناء قيامهما بزرع قنبلة. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله في أن تعمل الرياض على تهيئة أجواء التعاون وفق ما يمليه حسن الجوار. وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الكرواتية فيسنا بوستيش بطهران، نفى ظريف وجود مشاكل بين إيران والسعودية، وقال إن على البلدين التوصل إلى حلول لقضايا المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده لحل مختلف الملفات، وأضاف أن دعوته مفتوحة لنظيره السعودي لزيارة طهران. سيطر الجيش السوري على قرية يابوس الحدودية مع لبنان في ريف دمشق الغربي، وقتل عشرات المسلحين من جبهة النصرة في القرية، وفر آخرون إلى منطقة الهوة عند السلسلة الغربية للزبداني. وحاولت جبهة النصرة إحداث خرق في المنطقة الحدودية من خلال بلدة يابوس وفتح طريق إمداد لنقل المسلحين المحاصرين في جرود عسال الورد ورنكوس في جبال القلم. نفت اللجان الشعبية في اليمن ما تروجه بعض وسائل الإعلام حول قيامها بمحاصرة بعض الوزراء وشخصيات السياسية وفرض إقامة جبرية عليهم. وأوضحت اللجان في بيان أنها قامت بحراسة الوزراء لعدة أيام بسبب الوضع الأمني المتردي، ثم سحبت عناصرها بطلب من المسؤولين. كما نفى وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصباحي ما ذكرته وسائل الإعلام عن محاصرته من قبل اللجان الشعبية. نظم الباكستانيون تظاهرات حشيدة احتجاجا على نشر صحيفة شارلي إبدو الفرنسية رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وردد المتظاهرون شعارات تستنكر هذه الأعمال. وسجلت أكبر مسيرة في مدينة كراتشي حيث تظاهر أكثر من 35 ألف شخص، وفي لاهور شرقية باكستان تظاهر نحو 5000 شخص، كما نظمت مسيرة مماثلة في كويتا جنوب غربي البلاد. اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن فوز حزب اليسار سيريزا في انتخابات اليونان سيزيد من القلق الاقتصادي في أوروبا. وأعلن زعيم حزب سيريزا أليكسيس تسيبراس استعداده للتفاوض مع الدائنين لوضع خطة وطنية تصب في مصلحة الجميع، وقال أن حكم الشعب اليوناني يعني نهاية الترويكا التي تشرف على الاقتصاد اليوناني بقيادة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. السياسية وفرض إقامة جبرية عليهم. وأوضحت اللجان في بيان أنها قامت بحراسة الوزراء لعدة أيام بسبب الوضع الأمني المتردي، ثم سحبت عناصرها بطلب من المسؤولين. كما نفى وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصباحي ما ذكرته وسائل الإعلام عن محاصرته من قبل اللجان الشعبية. نظم الباكستانيون تظاهرات حشيدة احتجاجا على نشر صحيفة شارلي إبدو الفرنسية رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وردد المتظاهرون شعارات تستنكر هذه الأعمال. وسجلت أكبر مسيرة في مدينة كراتشي حيث تظاهر أكثر من 35 ألف شخص، وفي لاهور شرقية باكستان تظاهر نحو 5000 شخص، كما نظمت مسيرة مماثلة في كويتا جنوب غربي البلاد.
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن فوز حزب اليسار سيريزا في انتخابات اليونان سيزيد من القلق الاقتصادي في أوروبا، وأعلن زعيم حزب سيريزا أليكسيس تسيبراس استعداده للتفاوض مع الدائنين لوضع خطة وطنية تصب في مصلحة الجميع، وقال أن حكم الشعب اليوناني يعني نهاية الترويكا التي تشرف على الاقتصاد اليوناني بقيادة حوادث أمنية متفرقة تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 من يناير. وأوضحت الوزارة أن 11 شخصا قتلوا في أحداث القاهرة جراء اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، فيما قتل شخص في الجيزة واثنان بمحافظة البحيرة وآخران في الإسكندرية، كما قتل شخصان بمحافظة البحيرة أثناء قيامهما بزرع قنبلة. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أمله في أن تعمل الرياض على تهيئة أجواء التعاون وفق ما يمليه حسن الجوار. وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الكرواتية فيسنا بوستيش بطهران، نفى ظريف وجود مشاكل بين إيران والسعودية، وقال إن على البلدين التوصل إلى حلول لقضايا المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده لحل مختلف الملفات، وأضاف أن دعوته مفتوحة لنظيره السعودي لزيارة طهران. سيطر الجيش السوري على قرية يابوس الحدودية مع لبنان في ريف دمشق الغربي، وقتل عشرات المسلحين من جبهة النصرة في القرية، وفر آخرون إلى منطقة الهوة عند السلسلة الغربية للزبداني. وحاولت جبهة النصرة إحداث خرق في المنطقة الحدودية من خلال بلدة يابوس وفتح طريق إمداد لنقل المسلحين المحاصرين.